بسم الله الرحمن الرحيم. الاعتكاف، ما هو الاعتكاف؟ الاعتكاف هو اللبث في المسجد بقصد العبادة. واحد يبقى في المسجد ويلبث في المسجد بقصد العبادة. زين، الاعتكاف هل له شروط لصحته لكي يكون الاعتكاف صحيحا؟ هناك شروط ولا ما في شروط؟ لا، هناك شروط. ما هي الشروط الواجب توفرها لكي يكون الاعتكاف صحيحا؟ واحد، الإيمان. اثنين، العقل. واضح، واحد يكون أيضا عاقل اللي يعتكف عشان يكون عمله صحيح. ثلاثة، نية القربة، لأن الاعتكاف هو عبادة من العبادات، مثل الصلاة مثل الصيام، لازم ننوي القربة لله تعالى. كذلك في الاعتكاف يشترط لصحته أن ننوي القربة. كذلك يشترط في الاعتكاف الصوم، يعني واحد إذا بيعتكف لازم يكون صايم بعد، ما يصير يعتكف وهو مو صايم. اللي بيعتكف يجب أن يكون صائما. خمسة، من شروط الاعتكاف أيضا أن لا يقل عن 3 أيام، أقل شيء 3 أيام، ما يصير واحد يعتكف يوم، أقل شيء 3 أيام، ولا حد لأكثره، كيف كتبي كم يوم تزيد زيد، لكن أقل شيء 3 أيام. وإذا زدت أيام الاعتكاف، إذا مثلا سويته 5 أيام لازم تكمل السادس، إذا خليته 8 أيام لازم تزيده 9. هذا بالنسبة لأيام الاعتكاف. كذلك يشترط في الاعتكاف 6، الشرط السادس، أن يكون في المسجد الجامع، مو أي مسجد واحد يعتكف فيه. يعني يذكر الفقهاء ما يصير في مسجد القبيلة أو مسجد السوق مثلا، لا، لازم يكون في مسجد جامع لكي يصح مني الاعتكاف. الشرط السابع، إذن من يحتاج إذنه. إذا واحد يبي يعتكف شنو؟ لازم إذا يحتاج إذن من أحد لازم يأخذ إذنه. شلون؟ يعني مثلا الزوجة تبي تعتكف، لازم شنو؟ إذن زوجها، يسمح لها زوجها إذا كان اعتكافها شنو؟ يؤثر في حق الزوج. كذلك مثلا الأبناء إذا بيعتكفون واعتكافهم كان شنو؟ يؤذي أبويهما، لازم شنو؟ لازم يستأذنون. الشرط الثامن والأخير في الاعتكاف هو استدامة البقاء في المسجد. وصلى الله على محمد وآل محمد.